كلمة من 3 حروف لكن في قمة الأهمية في اللغة الإنجليزية. ما تيجي نعرف مع بعض معانيها المختلفة لأنك تقريبا هتشوفها في كل جملة في الإنجليش. يلا بينا. وأول معنى معانا البير هو for each، يعني لكل. لما أقولك مثلا the entry fee يعني رسوم الدخول is $10 per person، رسوم الدخول هي $10 لكل شخص. per person per minute، خلينا اديك مثال لكل دقيقه. he runs 1 kilometer per minute، يعني هو بيجري كيلو لكل دقيقه. for my services I charge $100 per hour، يعني لخدماتي انا بدفع الناس مثلا او ادفعك اوكي $100 لكل ساعه. I wish يعني بيحصلش. المعنى التاني البر هو بناء على، وبتيجي كتير قوي مع as. لما اقولك مثلا I left the kids at home as per your request or as per your instructions، بناء على طلبك او بناء على تعليماتك، وممكن تستخدمها من غير as هنا برضو. per your instructions او per your request. per كمان بتيجي بقى في شوية مصطلحات ثابتة كده لما اقول لك as per usual، يعني كالعادة. لما اقول لك مثلا as per usual my friend doesn't call me when I have a problem، يعني كالعادة صديقي ما بيكلمنيش لما ببقى انا في مشكلة. ف as per usual او ممكن تقولها as usual. per كمان بتيجي مع say، per se اللي طلعت دي ومعناها في حد ذاته. لما اقول لك مثلا failure is not bad per se، الفشل مش حاجة وحشة في حد ذاتها. But not trying again is awful، لكن انك ما تحاولش تاني هو اللي حاجة سيئة جدا. per كمان بتيجي مع ديم ومعناها بدل يومي لشيء، بالذات الموظفين بتستخدم كتير قوي في انجليزي الاعمال. يعني مثلا he received a $40 per diem for food، يعني هو استقبل او خد بدل يومي $40 للاكل. for food بقى for accommodation عشان يسكن. ف per diem معناها لليوم. واخر حاجة معانا النهاردة وهي per capita. capita جاء من اللاتيني ومعناها الراس او الشخص. هديك مثال عشان تفهم اكتر. لما اقول لك this country has the highest average income per capita، يعني الدولة دي فيها أعلى متوسط دخل للفرد. ف per capita هنا زي مثلا per person بس بتستخدم كتير قوي في الاقتصاد. لو الفيديو عجبك شير ولايك وسلام.